انا نزلت لهون كلنا ايد وحده، ما حدا دفعنا ولا حدا يعني جبرنا ننزل، نحن بننزل روحيا كرمال لبنان وكلنا ايد وحده وكلنا ضد الطائفيه. الدوله المدنيه حق لكل المواطنين، وهذا شيء كلنا عم نسعى له. الدوله المدنيه يعني نحن عم نلغي الدين، عم نلغي تدخل الشيوخ او الخوارنة بكل شيء. اليوم الدين بالبيت وبالجامع وبالكنيسه، مش هون، مش بالشارع بدنا نتعامل. المعامله هي الدين، نعامل صح بكون ديننا صح، هذا اللي مطلوب. الدوله المدنيه اللي عم نطالب فيها بتحط عالم محقق بمركزهم المضبوط بحسب العلم اللي هن عم يتعلموه. طبعا نحن طالبين اليوم دوله، نوصل للدوله المدنيه اول خطوه هي بتكون باستقاله الحكومه. نحن مش رح نتفاوض مع هاي السلطه، في كثير ناس عم بتطالبنا انه نحقق او نعين قاضي لهيدا الحراك ويقدروا يتفاوضوا باسمنا. نحن ما عندنا قاضي، في مليونين شخص من اصل 4-5 ملايين لبناني، في مليونين ونص شخص بالطرقات، في نص الشعب اللبناني بالطرقات، ما حدا بيقدر يدعي انه بيحكي باسمهم. هيدا شعب